بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة الشبح للمعلوميات، ودرسنا لهذا اليوم هو الحصول على تقرير كامل عن ظهور الشاشة الزرقاء بالوقت والتاريخ، عن السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الشاشة الزرقاء، لأن هناك عدة عوامل وأسباب، من ضمنها قد يكون عدم توافق التعريف، أو مثلا فيروس، أو مشكلة في جهازك، وما إلى ذلك من المشاكل. درسنا طبعا لهذا اليوم سوف نستخدم فيه برنامج صغير جدا، سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد التحميل يخرج لنا ملف بهذا الشكل، نفتح الضغط، بعد فتح الضغط يخرج هذا الملف، نضغط مرتين ثم نضغط على هذه الأيقونة للبرنامج فيخرج لنا بهذا الشكل البرنامج. طبعا أنا لم تخرج لي ولا مرة واحدة الشاشة الزرقاء، لذلك كما ترون البرنامج فاضي من هنا وهنا، لذلك سوف أقوم بالشرح على صور قد أخذتها من الإنترنت. مثلا هذه الصورة، إذا لا سمح الله قد ضغطت على أيقونة البرنامج وخرج لك البرنامج بهذا الشكل، فهنا سوف تجد أن الشاشة الزرقاء قد خرجت لهذا الشخص 3 مرات في نفس اليوم، كما ترى 4/6/2013 وهنا الوقت، وهنا تقرير كامل جدا عن جميع الأيام والأوقات التي خرجت فيها الشاشة الزرقاء هنا، ولكن ما يهمك هو هذا فقط. وإذا أردت معرفة أكثر التفاصيل فكل ما عليك الضغط مثلا هنا مرة واحدة أو هنا، وسوف تنبثق لك شاشة أخرى وهي هذا، كما ترون هذه هي الشاشة هنا. كما ترون في هذا الأمر يحدد نوع الملف الناقص وهو هذا الملف، بإمكانك أن تنسخ هذا الملف اسمه وتذهب إلى جوجل وتبحث باللغة الإنجليزية عن، تكتب مثلا الشاشة الزرقاء وتضع هذا الملف وسوف يخرج لك الحلول أو من عانى من هذه المشكلة. طبعا هنا سوف يخرج لك سوف يخرج لك المشكلة الحقيقية لخروج الشاشة الزرقاء لديك، هل هو فيروس أم عدم توافق التعريف أو نقصان التعريف أو نقصان ملف وما إلى ذلك. هنا كما ترون ناقص ملف عند هذا الشخص، ناقص ملف، وهنا ترون وصف لهذا الملف الناقص كما ترون هنا، وموجود في السيستم، يجب أن يكون هذا الملف موجود في السيستم. هذا هو درسنا لهذا اليوم، ونعتذر فنحن نشرح من جهاز آخر. كما نتمنى أن تشتركوا في القائمة البريدية ليصلكم جديد الدروس، وكذلك الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديد الدروس، فهي القناة الثانية للقناة الأولى، قناة شركة ابتكر للإبداع، ولكن قناة شركة ابتكر للإبداع سوف تكون خاصة بشركة ابتكر للإبداع، وقناة الشبح للمعلوميات سوف تكون خاصة بموقع الشبح للمعلوميات. ونتمنى كذلك الاشتراك في صفحتنا على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.